نروح بقى لمحترفينا في الخارج، وخاصة هال سيتي والصعود لدوري الأضواء البريمير ليج. لكن كنا قرينا كان في ناس متابعين للمحمدي كانوا خايفين لساندرلاند بما انه هيرجع لفريقه القديم، يعني هيهبط للشامبيونشيب، لكن انت قلت لي خبر سعيد ان ويجن خسر بالامس. مظبوط فعلا. طبعا احنا معانا كمان يعني الفيديو بقى، لو نقدر نعرض الفيديو احنا بنتكلم مباراه هال سيتي وكارديف سيتي. طبعا المباراه اللي هي كانت سيناريو درامي اللي تاهل فيها هال سيتي للدوري الممتاز الانجليزي، كانت مباراه يمكن قويه جدا وصعبه جدا. السيناريو كان خيالي زي ما بنقول، يمكن هال سيتي تقدم 2-1 في البدايه، وكان مرتبط بالمباراه الثانيه اللي في نفس التوقيت اللي هي واتفورد مع ليدز يونايتد. كان محتاج هال سيتي ان هو يفوز باي نتيجه عشان يضمن الصعود مباشره للدوري الممتاز. يمكن في الدقيقه 92 الحكم مصفر ضربه جزاء لصالح هال سيتي، وحتى جماهير هال سيتي يمكن افتكرت ان هي صفاره نهايه المباراه وابتدوا ينزلوا الملعب يحتفلوا، لكن اتضح ان هي ضربه جزاء للفريق. كانت برضو بالنسبه لهم سعاده ان هم لو سجلوا الهدف الثالث تبقى الامور اتحسمت تماما، لكن للاسف ضاعت ضربه الجزاء دي من اللاعب الالماني طبعا لاعب هال سيتي. بعديها بدقيقه واحده حصل العكس بقى، حصل ركله جزاء لكاردف سيتي، قدر ان هو يسجل منها هدف التعادل 2-2 والامور اتصعبت تماما. وفضلوا منتظرين بقى يمكن حوالي 10 دقائق بيتابعوا المباراه الثانيه ما بين واتفورد وليدز يونايتد ومترقبين النتيجه، الا انتهت المباراه بهزيمه واتفورد على ملعبه 2-1، كانت مفاجاه كبيره جدا. وبالتالي قدر هال سيتي ان هو يصعد للدوري الممتاز. طبعا انجاز كبير يحسب للثلاثي المصري اللي موجود هناك، احمد فتحي واحمد المحمدي ومحمد ناجي جده، انجاز يحسب للرئيس النادي او مالك النادي عاصم علام، طبعا رجل اعمال مصري هو اللي صعد بالنادي للدوري الممتاز. فاعتقد يمكن كان خبر سعيد جدا الاسبوع ده صعود هال سيتي للدوري الممتاز. لكن الصفيره دي هي اللي يمكن ادت لتشتيت هال سيتي، ده يمكن فرحه احمد المحمدي امامنا على الشاشه ده وهم بيتابعوا بقى المباراه ما بين واتفورد وليدز يونايتد. بعد ما المباراه خلصت دخلوا غرف الملابس وبيتابعوا مباراه واتفورد، واول ما المباراه انتهت سعاده غامره من اللاعبين طبعا هال سيتي، واحمد محمدي رقص رقصه كده مصريه بيحتفل بالصعود. فكانت بقول لك يعني اجواء صعبه جدا، وكانوا مترقبين نتيجه المباراه الثانيه. طب من الكواليس بقى كده، جد وفتحي هيعودوا للاهلي ولا هيستمروا؟ والله لسه يعني الامور مش واضحه لغايه دلوقتي. يمكن فتحي الامور بالنسبه له تكون صعبه شويه لان هو ما كانش بيلعب بصفه اساسيه مع الفريق، يمكن ستيف بروس جابه. بس يعني خلينا برضو نوضح النقطه دي للناس، ناس كتير مش فاهماها. هو احمد فتحي كان رايح بديل للمحمدي، لان المحمدي كان عقد اعارته انتهى في شهر يناير، كان المفروض ان هو يرجع مره ثانيه لساندرلاند. فبالتالي ستيف بروس خد احمد فتحي عشان يلعب في مركز الوسط، لاعب الوسط الايمن اللي هو مركز احمد المحمدي. بعد كده نجحوا ان هم يمددوا اعاره المحمدي لنهايه الموسم من ساندرلاند، فبالتالي خلاص بقوا الاثنين في مركز واحد. المحمدي طبعا واخد على الاجواء اكتر، واخد على لعيبه الفريق، في انسجام بينهم بقى له فتره، عايش في انجلترا بقى له فتره طويله، كل الحاجات دي ادت له ادفانتج او ميزه ان هو يلعب على فتحي. تمام. فبالتالي فتحي بقى اكتر على مقاعد البدلاء. فيمكن برضو الامور هتكون مرتبطه، هل المحمدي هيرجع ساندرلاند تاني ولا لا، يعني اعارته هتنتهي. ستيف بروس عايزه يكمل في هال سيتي في الدوري الممتاز معاهم، لو كمل اعتقد هتبقى الامور صعبه لفتحي ان هو يعني يكمل. يا فتحي يا المحمدي. واحد فيهم بالظبط، واحد فيهم هيكمل. لو المحمدي مشي ممكن تكون فرصه فتحي انه يكمل معاهم، بس هيبقى في الدوري الممتاز بالظبط. طبعا بالنسبه للجد والمشكله الاصابه بتاعته طبعا مشارخ في ركله القدم، دي اصابه كبيره جدا. احمد محمدي على فكره خد جائزه افضل لاعب في الموسم في هال سيتي بالكامل، احسن لعيب في الفريق بالكامل، يمكن دي جائزه تسليمه لجائزه افضل لاعب، فانجاز طبعا كبير طبعاً جدا ليه. كان بيشارك بصفه دايمه، كان بيصنع اهداف كتيره، يمكن صنع 9 اهداف ليهم السنه دي وسجل حوالي 3 اهداف. فاعتقد محمدي كان نجم الفريق فعلا. صناعه الهدف هناك طبعا صناعه الهدف اهم حاجه عندهم، وبيحسبوها بالظبط وبيشوفوا الارقام. فبالتالي هو تاني لاعب في الفريق يصنع اهداف، يعني هو البلاي ميكر عندهم صنع 12 هدف ثم المحمدي صنع 9 اهداف، ده رقم جيد جدا بالنسبه للاعب يعتبر يعني ظهير ايمن او لاعب وسط ايمن، بالاضافه لتسجيله 3 اهداف كمان، فده انجاز كبير يحسب تقييم يبقى على اساس علمي، كل شيء محسوب وكل حاجه، حتى معدلات الجري واللياقه كل شيء والدقائق اللي لعبها وكم ماتش لعبها والاسيست وكل حاجه، جري كم كيلو في المباراه. موضوع كبير قوي ومعقد، عندنا ربنا يرحمنا عندنا يعني. بس نتفرج على الماتش وخلاص خلينا هنا.